الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستكمل ما كنا بدأنا في الدروس الماضية من شرح لكتاب الفتن من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول البخاري رحمه الله: قال عبيد بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. الباب في الباب الذي قبله باب إذا التقى المسلمان بسيفهما، ما تكلمنا عليه لكن ما حصل عليه كلام. عن حماد عن رجل لم يسمي. باب قال البخاري رحمه الله: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. عن حماد عن رجل لم يسميه عن الحسن قال: خرجت بسلاح ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد، وأنا أريد أن يحدثاني به. فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن أحمد بن قيس عن أبي بكرة، حدثنا سليمان، حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة، وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن جبريل بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور. قال رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفهما. تقدم معنا أيها الإخوة حكم القتال في الفتنة، وأن القتال في الفتنة ما حكمه؟ أجيبوا يا أخوان، أنه حرام، وأنه من كبائر الذنوب. وبين رحمه الله تعالى تحريم القتل وتحريم وسائل القتل المؤدية إليه والمفضية إليه. ثم بيّن رحمه الله تعالى أشد من ذلك في هذا الباب. ما هو أيها الإخوة؟ أن الإنسان إذا دخل في الفتنة فإنه يعاقب بنيته، نسأل الله السلامة والعافية، ولو لم يباشر العمل. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه أراد قتل صاحبه. إنه أراد، لاحظوا عظم الخوض في الفتنة، حتى مجرد الإرادة والعياذ بالله، ما الذي حدث فيها؟ آثم صاحبها وعوقب كما يعاقب الفاعل. وهذا مما يدعو المسلم على التباعد عن الفتن تماما، عن القتل وعن أسباب القتل وعن التحريض عليه وعن مجرد النية في الدخول في الفتنة، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نكتب يا أخوان. قوله رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. مناسبة الباب لما بيّن المؤلف رحمه الله تعالى عن تحريم لما بيّن المؤلف رحمه الله تعالى تحريم دم المسلم في الفتنة، وبين
التحريم كل ما يؤدي إلى إراقة الدماء في الفتنة، وبين تحريم كل ما يؤدي إلى إراقة الدماء في الفتنة، جاء بهذا الباب ليبين أن النية السيئة في الفتنة يعامل صاحبها معاملة المباشر والفاعل وهذا يوجب على المسلم التباعد عن الفتن قدر استطاعته، مسألة ما الجمع بين هذا الحديث وأحاديث الأمر بقتال الخوارج؟ انتبهوا معي يا إخوان على إلى هذا الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. طيب، الخوارج من المسلمين، لذلك كان الصحابة يصلون خلف بعضهم. طيب، ما الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ الجمع أيها الإخوة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما هذا في قتال الفتنة الذي لا يعرف فيه الحق من الباطل، الذي التبست فيه الأمور. أما قتال الخوارج، هل هو من باب قتال الفتنة الذي التبس فيه الحق بالباطل؟ الجواب لا. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، أي في الفتنة التي التبس فيها الحق بالباطل فلا يعرف المصيب من غيره. وأما أحاديث الأمر بقتل الخوارج فهي ظهر فيها من المصيب وظهر فيها المخطئ. فهذا الحديث لا يؤتى به على القتال الذي ليس من القتال في الفتنة. اكتب يا أخوان. الجواب: أن حديث الباب، إيش معنى حديث الباب؟ يعني الذي ورد عندنا في الباب. الجواب: أن حديث الباب محمول على القتال في الفتنة التي لا يعرف فيها الحق من الباطل،
أما الأمر بقتال الخوارج فهو من الجهاد الشرعي الذي ظهر فيه الحق من الباطل، وأما الأمر بقتال الخوارج فهو من الجهاد الشرعي الذي ظهر فيه الحق من الباطل، نعم. قال المصنف رحمه الله: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. عن حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا خير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. قلت: وما دخلهم؟ قال: قوم يأتون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صحهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض بأصل جدارة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. ثم ساق حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بماذا؟ بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني الأئمة الذين يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى لماذا ساق هذا الباب؟ ليبين مخرجا عظيما من الفتنة بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك. وقعت الفتن وظهر الأئمة، أئمة الشر وأئمة السوء، ماذا أفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه في حال وقوع الفتن أن من المخرج من الفتنة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا بعكس ماذا؟ بعكس دعاة الباطل الذين هم على دعاة على أبواب جهنم. وش يقولون للمسلمين وقت الفتن؟ لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءت الفتن تلزمون، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طيب، دعاة الفتنة، دعاة الثورات، وش يقولون لكم؟ اتركوا أو اخرجوا أو فرقوا جماعة المسلمين، أو تفرقوا عن جماعة المسلمين وعن إمامهم. لاحظوا الفرق العظيم بين هذا وبين هذا. لذلك أيها الإخوة، حينما جاءت الثورات المعاصرة وما يسمى بالربيع العربي،
الذين دخلوا في الثورات الشعوب التي أطاعت الدعاة الذين على أبواب جهنم وأطاعوهم، ما الذي حصل لهم؟ ظهرت عندهم الفتن من القتل وانتهاك الأعراض وتشريد الضعفاء والمساكين وهدم البلدان وتسلط الكفار وتسلط الخوارج وتسلط أهل البدع من الرافضة وغيرهم. بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والبلاد التي ما دخلت في هذه الفتن بقوا مع جماعة المسلمين وإمامهم، ما الذي حدث لهم؟ عافاهم الله عز وجل من هذه الفتن. فانظروا فضل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الفتن. اكتبوا يا أخوان. قوله رحمه الله تعالى: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. مناسبة الباب، جاء المؤلف بهذا الباب ليبين أحد الطرق المهمة للنجاة من الفتنة، وهي لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. بخلاف ما يدعو إليه الدعاة على أبواب جهنم الذين يدعون الناس إلى الثورات بخلاف الدعاة على أبواب جهنم، بخلاف الدعاة على أبواب جهنم الذين يدعون الناس إلى الثورات والتفرق عن جماعة المسلمين وإمامهم. والتفرق عن جماعة المسلمين وإمامهم. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في الفتنة التي وقعت أيام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه،
حينها قال أبو الأسود: قد قطع على أهل المدينة بعث، يعني أمر أهل المدينة بماذا؟ بالخروج للقتال في الفتنة في ذلك الوقت. قال: فاكتتبت فيه، يعني أنه سجل اسمه في مع الذين سيخرجون للقتال. قال: فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمي أو فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. لاحظوا، هؤلاء الذين خرجوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا ليش؟ لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وإنما خرجوا مع من؟ مع المشركين، لا يريدون القتال، ومع ذلك اعتبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خروجهم مع الكفار ولو لم يريدوا القتال أنه من الظلم، وأنزل الله عز وجل فيهم قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلا يجوز للمسلم المشاركة في الفتنة بأي ماذا؟ بأي طريقة وبأي وسيلة وبأي شكل من الأشكال، حتى مجرد الخروج مع المقاتلين وهو لا يريد القتال وش يعتبر؟ يعتبر من الظلم ومن المشاركة في الفتنة، نسأل الله العافية. اكتب يا أخوان. قوله رحمه الله تعالى: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. مناسبة الباب لكتاب الفتن، جاء المؤلف بهذا الباب ليبين النهي عن الدخول في الفتن، ليبين النهي عن الدخول في الفتن بأي طريق وبأي نوع من الدخول، بأي طريق وبأي نوع من الدخول، ولو لم يقصد القتال كما في الحديث. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب إذا بقي في قتالة من الناس. عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيقرأ الوقت، يعني الأثر، أثر الشيء. نعم. ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر
كجمل أحرجته على رجلك فنفط فتراه ممتبرا. المجل اللي هو البثور أو الحبوب التي تكون على الجلد. نعم. فتراه ممتبرا وليس فيه شيء. فنفط، ايش معنى النفط؟ الجمرة حينما تقع على الجلد يصير لها أثر، ويصير لها أيضا ماذا؟ يصير لها نوع من أنواع البثور الممتلئة من الماء، القيح أو الصديد، هذا يقال عنه أنه نفط يعني انتفخ. نعم. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقده وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. نعم. قوله رحمه الله تعالى: باب إذا بقي في حثالة من الناس. ما معنى الحثالة؟ الحثالة الشيء الرديء من كل شيء. الحثالة هو الشيء الرديء من كل شيء. وقوله إذا بقي في حثالة من الناس يعني أراذل من الناس. لماذا المؤلف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث أيها الإخوة عن حذيفة رضي الله عنه؟ ليبين الفرق بين حال الفتن والحال التي ليست فيها فتنة. يجب على الإنسان إذا جاءت الفتن أن ماذا يفعل؟ أن يحتاط لدينه ولنفسه، بخلاف الأمور ماذا؟ الوقت الذي ليس فيه فتنة وتكون الأمور فيه عادية. قال رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. وش معنى بايعت هنا؟ البيع والشراء. ليس المراد بايعت هنا أي بيعة الإمام، لأنه يستحيل أن يكون هذا في حق من؟ النصراني. بايعت هنا بمعنى البيع والشراء العادي، يعني يقول أن في وقت الذي ليس فيه فتن الأمر فيه ماذا؟ الأمر فيه واسع، ولا يحتاج الإنسان فيه للاحتياط. قال: وأما اليوم، وقت الفتنة، ماذا يفعل الإنسان؟ قال: فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. إذا جاءت الفتن يجب عليك أن تحتاط لدينك، وتحتاط حتى لدنياك ولأهلك ولمالك ولعرضك، بعكس ماذا؟ بعكس الأمور ماذا؟ بعكس الأمور العادية. اكتب يا أخوان. مبايع بمعنى واحدة. كيف؟ أي نعم، البيع والشراء. نعم. ساعيه يعني المراد به القائم عليه من أئمة المسلمين. واضح؟ نعم. قوله رحمه الله تعالى: باب إذا بقي في حثالة من الناس. الحثالة هي الرديء من كل شيء. الحثالة هي الرديء من كل شيء. رحمكم الله. مناسبة الباب، جاء المؤلف بهذا الباب ليبين وجوب الاحتياط في الفتن، ليبين وجوب الاحتياط في الفتن، بخلاف دعاة الفتن الذين إذا نزلت الفتن لم يحتاطوا في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. بخلاف دعاة الفتن
الذين إذا نزلت الفتن لم يحتاطوا في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب التعرض للفتنة. عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: إن الأكوع ارتدت على عقبيك تعرضت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنني في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربدة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القبر يفر بدينه من الفتن. قال رحمه الله تعالى: باب التعرب في الفتنة. ما معنى التعرب أيها الإخوة؟ أي سكنى، السكنى مع الأعراض، هذا معنى التعرب في الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن لما تأتي الفتن فمن الفرار من الفتن إذا وقعت في حواضر بلاد المسلمين، ماذا يفعل المسلم؟ أنه يترك مكان الفتن ولو كان بلاد حاضرة المسلمين ويلحق بمن؟ يلحق بالأعراب والبدو، فرارا من ماذا أيها الإخوة؟ فرارا من الفتن. وهذا مثل الحديث المتقدم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا منها فليعذ به. اكتب يا أخوة. قوله: باب التعرب في الفتنة. التعرب هو السكنى مع الأعراب في البادية، مناسبة الباب جاء المؤلف بهذا الباب للتأكيد على الفرار من الفتن، للتأكيد على الفرار من الفتن. كما فعل سلمة بن الأكوع لما تعرب فرارا من الفتن. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للمسلم يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم
يتبع بها شعف الجبال. الحديث يتبع بها شعف الجبال، والشعف جمع شعفة، جمع شعفة بفتح الشين والعين والفاء، شعفة، وهي رأس الجبل. رحمكم الله. سم. قال المؤلف رحمه الله: باب التعوذ من الفتن. عن انس رضي الله عنه قال: سال النبي صلى الله عليه وسلم حتى احفوه من مساله، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم احفوه، يعني بالغوا وشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمساله. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسالوني عن شيء الا بينت لكم، فجعلت انظر يمينا وشمالا. فقال: لا تسالوني عن شيء الا بينت لكم. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من شده ما اكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كانهم شكوا في ماذا؟ في انه لن يستطيع ايش؟ أن إجابة عليه الصلاة والسلام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورق المنبر وقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. قد بين الإمام البخاري في الروايات الأخرى التي في كتاب الصلاة فيما يتعلق بالمنبر، بين غضب النبي صلى الله عليه وسلم. سمع. فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لافر رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غيره. فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، أو لافا رأسه يبكي. لماذا بكى الصحابة يا أخوان؟ لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم خافوا وبكوا من شدة الخوف من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وخافوا أن تنزل عقوبة لغضب من؟ لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غيره. لاح يعني نازع وخاصم، كان إذا حصلت بينه وبين أحد خصومة كانوا ينسبونه إلى غير أبيه، يقولون: هذا أنت من لست ابن أبيك. فأراد ماذا؟ فأراد أن يؤكد لهم أنه ابن أبيه. نعم. فقال: يا نبي الله من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. لاحظوا، فعمر رضي الله عنه أراد أنه يقطع إيش؟ يقطع السؤال، يعني إشارة إلى أن لا يسأل أحد، خلاص ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لا تسأل. نعم. نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم ضب، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. وقال عباس المرسي: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة أن أنس حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: كل رجل لا فرأسه في ثوبه يبكي. وقال: عائدا بالله من سوء الفتن. وقال: أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد. عندك مضبوطة بفتح السين؟ أعوذ بالله من سوء الفتن. سم. وأيضا من كلها سوء، عندك سوء؟ نعم سوء. كلاهما سوء وسوء بالروايتين. نعم. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد ومعتبر عن أبيه عن قتادة أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: عائنا بالله من شر الفتن. نعم.
اكتبوا يا أخوان مناسبة أو قوله رحمه الله تعالى باب التعوذ من الفتن، مناسبة الباب لكتاب الفتن. جاء المؤلف بهذا الباب ليبين مشروعية التعوذ من الفتن، والتعوذ مأخوذ من الإعاذة، والتعوذ مأخوذ من الإعاذة، والتعوذ هو طلب الإعاذة، طلب الإعاذة. والإعاذة الحماية، والإعاذة الحماية. فيكون معنى التعوذ، فيكون معنى التعوذ أي طلب الحماية، فيشرع للمسلم التعوذ من الفتن، قوله رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. وهذا أيها الإخوة فيه بيان أن الفتنة تكون في بعض الأزمان أكثر من غيرها، وفي بعض الأماكن أكثر من غيرها. فإذا كان كذلك فيجب على المسلم التباعد عن كل أزمان الفتن وكل أماكن، كل أماكن الفتن. اكتبوا يا أخوان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق، قوله من قبل أي من جهة، مناسبة الباب
جاء المؤلف بهذا الباب ليبين أن ظهور الفتنة قد يكون في مكان أكثر من مكان، ليبين أن ظهور الفتنة في مكان أكثر من مكان، أن ظهور الفتنة في مكان أكثر من مكان وفي وقت أكثر من وقت آخر، فيجب على المسلم البعد عن أماكن الفتن قدر استطاعته، يقول يجاء برجل فيضرع في النار فيطحن فيها
كطحن الحمار برحاه، فيضيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. وعن أبي بكر قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا من له ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وعن عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة. عندكم بدون تبويب عن أبي بكرة بدون تبويب؟ لا، الصحيح أن هذا بداية باب ولم يعنون له البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قوله رحمه الله تعالى، انتبهوا معي أيها الإخوة، باب الفتنة التي تموج كموج البحر. والمراد بالموج أيها الإخوة هو الاختلاط والاضطراب. موج البحر أي اختلاط واضطراب البحر، نسأل الله السلامة والعافية. فالفتن تموج كموج ماذا؟ كموج البحر، تختلط وتضطرب. تعرفون أن الموج إذا اختلط واضطرب ماذا يحدث؟ يغرق فيه ماذا؟ يغرق فيه بعض الناس ويهلك فيه بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، إذا دخلوا فيه. لذلك نهينا أنه إذا اضطرب البحر وماج البحر نهينا عن ماذا؟ عن الدخول فيه. فكذلك إذا اضطربت وماجت الفتن ايش يجب علينا؟ يجب علينا أن لا ندخل فيها، وأن من دخل في الفتنة حال اضطرابها فإنه سيهلك كما يهلك من دخل في البحر حال هياجانه واضطرابه. وهذا قطعا أيها الإخوة، تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون بعدي فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. وش معنى تشرف لها؟ أي تطلع لها. تستشرفه يعني تهلكه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن من دخل في الفتن فسيكون مآله مآل من؟ من دخل في البحر حال هيجانه واضطرابه، وهو ماذا أيها الإخوة؟ وهو الهلاك والعياذ بالله. اكتبوا يا أخوان. قوله رحمه الله تعالى: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. الموج الاختلاط والاضطراب، مناسبة الباب جاء المؤلف بهذا الباب والله أعلم ليبين أن الدخول في الفتن كالدخول في البحر حال موجه وهيجانه. حال هيجانه وموجه، أو موجه وهيجانه. حال موجه وهيجانه، نعم، ما معنى هيجانه؟ يعني قوته،
يعني حينما تأتي العواصف وش يصير للبحر؟ يقولون هاج البحر. واضح؟ نعم. فإن من دخل في الفتنة حال موجها لا بد أن تهلكه. فإن من دخل في الفتنة حال موجها لا بد أن تهلكه كحال من يدخل البحر حين موجه. ولاحظوا أيها الإخوة، السلف كانوا إذا ظهرت الفتن وش كانوا يستحبون؟ أن يتمثلوا بقول امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. الفتن أول ما تظهر مش يكون جميلة وتدعوك للدخول فيها؟ ها، الحرب أول ما تكون فتية، مثل ماذا؟ مثل الصبية الصغيرة التي تدعوك لنكاحها، تسعى بزينتها لكل من جهولي. إنما تلتبس الفتنة على من يا أخوان؟ على الجهال، أو من يتبعون الجهال من أشباه العلماء من دعاة جهنم. حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها، إذا بدأت تحطم الناس وتقتلهم وتنتهك أعراضهم وتفسد أموالهم وتسفك دماءهم، شو يصير لها؟ ولت عجوزا غير ذات حليل. ذات حليل يعني من غير زوج، كالعجوز التي ايش؟ ليس لها زوج ولا يريدها احد. شمطاء ينكر لونها. الشمطاء اللي اختلط فيها الشيب بالسواد حتى كثر شيبها. المرأة لما تكون عجوز وكثر شيبها واختلط مع سواده، ايش تصير؟ قال: شمطاء ينكر لونها وتغيرت. بعد ما كانوا ايش؟ يحبونها وجميلة وتتزين لهم وتدعوهم، تغيرت حتى صارت مكروهة للشم والتقبيل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حال الفتن أيها الإخوة. تذكرون أول ما ظهرت الفتن ما يسمى بالتغيير والربيع العربي، أكثر الناس تطلعوا إلى هذا الربيع العربي، ليس كذلك؟ مثل ما كان يتمثل السلف: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتدت وشب ضرامها، اشتعلت النار والفتنة في الناس وحصل القتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الأموال وتدمير الأوطان، حتى إذا اشتدت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. ما حد يبغى الفتنة، بس بعد إيش؟ شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل، نسأل الله السلامة والعافية. وساق المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على ماذا؟ على الفتن التي تموج كموج البحر. وقد فتحت الفتن منذ مقتل من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان الباب الذي بين الأمة وبين الفتن. قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: يكسر الباب. فقال عمر: إذن لا يغلق. تعرفون في فرق بين أنك تفتح الباب، إذا فتح الباب ممكن أنه يغلق، وبين أنك تكسر الباب وتطرح الباب خلاص. فلذلك فتحت الفتن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك الوقت إلى اليوم. لكن من رحمة الله عز وجل بنا
حينما أخبرنا عن سنته الكونية وهي وقوع الفتن على هذه الأمة بيّن لنا السنن الشرعية للمخرج من ماذا؟ للمخرج من هذه الفتن. نعم. ومن المخرج، اكتبوا يا أخوان، ومن المخرج من الفتن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة الشرعية. كما في حديث أسامة كما في حديث أسامة وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة غير شرعية فإنه من أعظم أسباب الفتن. كما في حديث أسامة حديث أسامة في زمان عثمان لما أكثروا على عثمان سألوا أسامة رضي الله عنه ألا تناصح عثمان؟ فماذا قال أسامة؟ قال ألا تكلم هذا، يعني من؟ يعني عثمان بن عفان. قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. ما هو هذا الباب؟ وهو ماذا؟ القيام على الإمام أمام الناس وتجريء الناس على من؟ على إمامهم. قال في الروايات الأخرى يقول أما إني أفعل ذلك فيما بيني وبينه وإنكم لتقولون إلا أني لا أفعل إلا أن أعلمكم. يقول تظنون أني لا يمكن أن أناصح الإمام إلا إذا جيت وأخبرتكم وقلت أني والله فعلت وفعلت. أما إني أفعل فيما بيني وبينه غير أني خشيت أن أفتح على الناس باب شر أكون أول من فتحه. وش باب الشر؟ وهو ماذا؟ تحريض الناس والإنكار العلني الذي يؤدي إلى تطاول الناس على ماذا؟ على إمامه. إذن ما حكم الإنكار العلني؟ ما معنى الإنكار العلني؟ الإنكار العلني يعني أن يأتي إلى الإمام أمام الناس إلى الحاكم ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. ما حكمه؟ جائز بشرطين. الأول أن يكون أمام الحاكم في حديث كلمة حق ها عند سلطان جائر وليس من خلفه. الثاني أن لا يكون في ذلك فتح باب شر على المسلمين تسهيل التطاول على الإمام. لذلك قال عثمان قال أسامة إلا أني لا أريد أن أفتح باب شر أكون أول من فتحه. اكتبوا يا أخوان مسألة الإنكار العلني على الحاكم جائز بشرطين. الشرط الأول أن يكون أمام الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم
كلمة حق عند سلطان جائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر. الشرط الثاني ألا يؤدي ذلك إلى تطاول الناس على الحاكم. الشرط الثاني ألا يؤدي ذلك إلى تطاول الناس على الحاكم، ألا يؤدي ذلك إلى تطاول الناس على الحاكم، لقول أسامة قد كلمته فيما بيني وبينه، لقول أسامة قد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح على الناس باب شر أكون أول من فتح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.